السلام عليكم متابعي إيران بالعربية الكرام. على بعد 60 كيلومترا من شمال العاصمة طهران، على سفح جبلي يتربع مزار الإمام زاد هاشم من نسل الإمام الحسن المجتبى عليهما السلام، في منطقة تسمى جاد هزار. في عهد عبد الملك بن مروان جاءت عائلة الإمام زاد هاشم من بغداد إلى مشهد، لكن لاحقتهم يد الغدر حتى نالت منهم، واستشهد عليه السلام مثقلا بجراحه، وعطر تراب هذه المنطقة بأريج جسده الطاهر. أشيد بناء الإمام زاد هاشم منذ 200 عام مضت، وتم تطويره على مدى السنين ليصل لشكله الحالي. جدران حجرية سوداء تعتليها قبة ذهبية اللون، ومن الداخل يتميز الجو بروحانية وصفاء وجمال للناظر، تجسده المرايا المطعمة على الجدران والتي تعكس اللون الياقوتي. كغيره من مزارات أهل بيت العصمة سلام الله عليهم، يتوافد سائرون إلى المزار راجين من الله البركة والمغفرة وقضاء الحاجات.